تسجيل بيروزي هدف بلنتي لو يعرض هدف مدرج كامل مدرج. طيب هذا الشيء ما راح يجي مع جمهور النصر بعد لو اذا مثلا فريق ايراني سجل هدف. انا اقول لا 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 ينهوننا عن شيء. انا معك وهم بس وهم مشغلين الجميع يسويها صح. اي اي لا يفلسفون علينا. انا بقول لك شيء, بقول لك حاجه, بقول لك شيء. انا بالنسبه لي زين, انا ما اكره الهلال لكن ما احبه. طيب زين الشيء المهم, لحظه محمد, الشيء المهم ليش الشيء هذا تولد فيني انا عبد العزيز المريسي. انا لما اشوف اللي يصير للهلال محليا اتمنى ان يذوق هذا المر اسيويا, وهذا نفس شعور جميع المشجعين الغير هلاليين. انت تتكلم باسمهم زين؟ نعم كل متأكد. نعم انا متاكد. ليش يا محمد ان الهلال نادي مكروه؟ لا مو صحيح. نادي مكروه من غير الهلاليين. هذا منطق يخصك يا رجل. هذا طيب روح شوف اللي صار بعد مباراه السيدني. لا تعمم, لا تعمم. روح شوف اللي صار بعد السيدني. طيب. لا على فكره ترى روح شوف انواع المقاطع والتغريدات من النصراويين واتحاديين وشبابيين وصادق 90% خلص جزئيه, خلص جزئيه. الهلال نادي مكروه للي قاعد يصير له هنا عندنا في الدوري. ولذلك انا اقول لك, انا اقول لك خليني اكمل هذا اللف عن نادي كبير مثل نادي الهلال. لا يقال, لا يطلق على نادي المكروه. معليش انا اعتذر عن النقاش في هذا الموضوع. طيب لا تناقش, لا تناقش بس مكروه. اسمعني معليش, كلمه قاسيه ولا اقبل زي واقع في هذا البرنامج. لا تضحكون على بعض, هذا واقع, هذا واقع. يا عبد العزيز كيف مكروه يا اخي؟ ما لا يشجع لا بس مش مكروه والله مكروه. هذه كره, هذه والله انا هذه اشوفها من المحيط اللي حولي. هذه رياضه كره, انا هذا اللي اشوفها ما فيها كره يا عبد. انا اشوف هذه والله مكروه رياضيه, رياضيه. انا وقف رياضيه, رياضيه. ما اتكلم انا عن شبشب, انا ما اتكلم عن امور ثانيه, انا اتكلم عن رياضيه. في شيء ثاني, أنا في كأس العالم أنا كنت موجود, كنت موجود في الصحيفة الرياضي. طيب صحفي أجنبي مررت له معلومات من صحفي هلالي بأن محمد نور وهو في كأس العالم يلعب من جذور نيجيرية. كيف تبي نحترم هذا الإعلام؟ كيف أحترمه؟ لا لازم أذوق المر. طيب. ولا أذوق المر لا في آسيا. أنت خلاص خدتها مسألة شخصية. نعم مع الإعلام الهلالي, مع الإعلام الهلالي أنا كده. طيب.